السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ورب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو ده إن شاء الله في موضوعين، زي ما حضراتكم شايفين العنوان كده، بعد القرارات الأخيرة نموذج 10 سواء مؤقت أو دائم، إيه اللي أقدر أو هيفيدني بإيه، أو إيه الاستفادة، الناس اللي دفعت فلوس للتصالح نموذج 10 فاتها بإيه وممكن تعمل بإيه في المستقبل، سواء موضوع إحلال أو تجديد أو تعليق أو ترخيص أو أي إجراء من الإجراءات اللي هي المفروض الناس منتظرها. قبل ما أتكلم على موضوع نموذج 10 بعد القرارات الأخيرة، هتكلم على واقعة وفاة أحد الكتاب اللي هو بيدعى سيد القمني، من ساعة ما الراجل ده توفى وفي وصلات شماتة ووصلات كلام كتير بيتقال على الراجل ده، فأنا بصراحة ما كنتش متابعه أو توجهه أو الكلام ده كله، لكن شفت فيديوهات وشفت كوارث عنه، لكن وفي حادثة القبر بالنسبة له لما جاء يندفن، فكل الكلام ده هنتكلم عليه إن شاء الله، بس يا ريت فضلا وليس أمرا حضرتك دعمنا بلايك، عشان لو بنقول أي معلومة ممكن الفيديو يوصل أكبر عدد من المشاهدين والفايدة تعم. لو بتتابع المحتوى اللي احنا بنقدمه، يعني بنزعم ان احنا بنقدم محتوى ما نضيعش وقت حضرتك فيه، فانت كده فتحت الفيديو، يعني دعمنا بلايك او تعليق او سؤال او استفسار، اي تفاعل على الفيديو على اساس الفيديو يقدر يتفاعل مع اليوتيوب. ندخل في الحكاية على طول. اولا موضوع وفاة اي شخص سواء القمني او غيره، هو الرجل ده يعني في فيديوهات كوارث بالنسبة له، اعلم فيها صراحة الحاده وكفره، ايا كان هو اعلم كفره اعلم الحاده، كل واحد يبص في ورقته، ومحدش هيدخل القبر مع حد، يعني محدش بيتحاسب عن حد، حتى بيقال ان بنته طلعت تدافع عنه وتقول كلام، يعني كلام ما يصحش، ما ينفعش ان انا حتى اذكره. وفيديوهات، يعني في ناس بتعرض الفيديوهات دي، لكن انا فيديوهات ما ينفعش تتعرض، وكلام ما ينفعش حد يشوفه او ان احنا نروجه، يعني افكار بصراحة افكار شاذة. بيقال ان اللي هو مسؤول عن المدفن بيقال انه شاف القبر بيولع وحاجات كده، طبعا الكلام كتير والسيناريوهات اللي بيتم نسجها في مثل هذه الحالات ما اكثرها، فاحنا خلينا كل واحد في ورقته، كل واحد يركز في عمله. انت تسأل على الراجل ده اذا كنت تأثرت بفكره، الراجل ده فكره شاذ، واضح انه فكره الحادي، بينكر اي شيء له علاقة بالدين، بيشكك فيه، كان في مجموعة بتأيده طبعا يعني، لكن في الاول وفي الاخر لما نقول ربنا يرحمه، هو ربنا، انت مش انت اللي هترحمه، ربنا يرحمه، او يعني ايا كان هو افضل الى ما قدم. فاذا وصلات الشماتة اللي احنا شغالين فيها والكلام اللي الناس شغالة فيه، ده عمل ده سوى واوا والكلام ده كله، يعني مش هيفيدني انا بشيء غير ان انا اركز في ورقتي، انا عملت ايه، انا قدمت ايه، هو الراجل قدم الحاد قدم كفر زي ما بيقال كل الكلام ده كله، لكن حضرتك بلاش يعني موضوع الشماتة وموضوع لما حد يتوفى نقعد نتكلم ونقعد نعمل مكلمة على الفاضي. نيجي لموضوعنا المهم اللي احنا الناس كلها بتنتظره، هو موضوع نموذج 10 سواء دائم او مؤقت. للأسف كانت في ناس كتير معتقدة للأسف انه لما ياخد نموذج 10 سواء مؤقت او دائم ويدفع فلوس التصالح من الصبح هيقدر يروح يبني اوتوماتيك مع نفسه، لكن الناس اللي مش قاريه القانون صح، او الناس اللي بتتكلم وبس، او الناس اللي العاطفه بيتكلموا بالعاطفه، قانون التصالح مفهوش ان لما تاخد نموذج 10 سواء دائم او مؤقت، طبعا هو في قرارات صدرت انه يقسم عمله دائم وعمله مؤقت، هل الدائم يبني او يعمل احلال وتجديد وتعليه
ولا المؤقت؟ الاتنين زي بعض. هو الفرق ما بين الدائم والمؤقت، الدائم ان حضرتك لو مساحتك اكتر من 200 متر وارتفاعاتك اكتر من 4 ادوار لازم لجنة بتنزل تعاين. والمفاجأة ان في حاجات كانوا قالوا انها تقبل في التصالح اكتشف بالتطبيق العملي للقرارات ان الحاجات والمحظورات التصالح بيتم تطبيقها بالفعل. يعني في قرارات اتقالت وبيتقال عكسها. فاذا نموذج 10 لو انت كنت فاكر او لسه فاكر ان نموذج 10 هتاخده وتبني من هنا او حد يقول لك روح اعمل سوي هيتعمل لك محضر في ساعتها في لحظتها. فاذا اذا كنت داخل الحيز العمراني قدم على ترخيص سواء بالتعليق او الاحلال او التجديد وحسب وفقا للاشتراطات البنائيه المعموله بيها المعمول بيها في المنطقه اللي انت فيها. اذا كنت خارج الحيز العمراني ما بيدعي الى حاليا حتى الان مفيش اي جديد فيما يتعلق بموضوع موافقه الزراعه وان انت لازم تلتزم ببنود قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 اللي بالنادي وبالناشد وبنقول يا رب تحصل انفراجة ويبقى فيه تعديل فيما يتعلق بموضوع انا اتكلمت في اكتر من فيديو وبتعمد ان انا كل فيديو اتكلم في الموضوع ده ان الموضوع ده محتاج تعديل لقانون التصالح يشمل حالات اللي هي خارج الحيز العمراني واللي هي قريبة من الكتلة السكنية واللي مفيش جدوى من انا اوقفه واقول له ما ينفعش تعمل احلال او تجديد. اذا مفيش جدوى اقتصادية انا عادت عليه من تصالحه وان هو تصالح غير انه هو المخالفات المباني تم وقفها او المحاضر والقضايا اللي المفروض بتتنفذ تم وقفها. ما في ناس كانت بتاخد براءة. فاذا بالناشد مر للمرة المليون ان القانون ده محتاج تعديل ومحتاج إعادة نظر عشان الوضع يشمل الجميع. ومش عايزين نطول في الفيديو ده أكتر من كده يا ريت فضلا وليس أمرا لو المحتوى اللي بنقدمه أو بتتابعنا شايف إن إحنا بنقدم شيء مختلف عن غيرنا يا ريت تدعمنا معنويا بلايك أو حتى الديسلايك أو تعليق. ولو حضرتك ما اشتركتش في القناة يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.